وكان مجلس الشورى والنواب قد عقد جلستيهما الإجرائيتين بعد إعلان جلالة الملك المفدى افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع مباشرة. وخلال جلسة مجلس الشورى الأولى تم استعراض أهم المنجزات التي تحققت خلال أدوار الانعقاد المنصرمة، لينتخب المجلس بعد ذلك العضو جمال فخر نائبا أولا للرئيس، والعضو جميلة سلمان نائبا ثانيا. بعد ذلك عقد مجلس النواب جلسته الإجرائية، حيث قدم معالي أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب خالص آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تشريف جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، موضحا أن مضامين الخطاب السامي لجلالته هي بوصلة تحدد خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وترسم ملامحها، وهي نقطة ارتكاز وانطلاقة لمواصلة مسيرة العمل الوطني والنيابي والتنموي في مملكة البحرين، مؤكدا أن المجلس النيابي سيعمل خلال دور الانعقاد الحالي على مواصلة العمل الوطني وتعزيز مسيرة الأمن والتنمية، وبالتعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية والحفاظ على الوحدة الوطنية في دولة المؤسسات والقانون.